قبل ما نبدأ بالمقايضة، أنا تعودت أني أعطيكم مبالغكم عشان اللي يتعدى الحد المسموح من رصيده المالي يكون عليه خصم 200 ريال و200 سهم. فأتمنى إذا الحين وأنا أقول مبالغكم كل واحد سجلها عنده عشان لحد يقول عيد لي. مسلط الجبلي 3125 ريال، مسفر برميدها 700 ريال، مشاري عمر 4300 ريال، عبد الرحمن غالب 2500 ريال، علي الجعيدي 4225 ريال، سيف المطيري 1200 ريال، أورنس عبد العزيز 959 ريال، فهد بن فارع 750 ريال، عثمان الجنيبي 875 ريال، أحمد العوض 1000 ريال، عبد الله الفريدي 2042 ريال، عبد الله الروقي 2350 ريال، عبد الله الشمري 4655 ريال، عبد الله الكرعاني 3955 ريال، فيصل عرجاني 600 ريال، زايد بن سابر 764 ريال، محمد العبيان 2630 ريال. الناس اللي تأخروا مرحبا ألف، هلا بالخصم. الشيء الثاني لا تقول لي إيش رصيدي لأني ما بقوله لك. أنا سمعنا راح 1800، كيف 600 اليوم؟ قدرة قادر. كيف قدرة قادر؟ قدرة قادر. هذا الفريق الإعداد مجهزينها لك مضبطينها، ما عليك. 600 عليك. كيف؟ رصيدي 600؟ 600 ريال. كيف 600؟ كيف؟ عاد اسأل نفسك كيف؟ تسألني أنا؟ إيه عاد عاد مبالغ في يدك أنت. أنا ما أشتري بشتري يوم الثلوث. عموماً 600 ريال بالراجع مع فريق الإعداد، أي خلل الواحد يحس إنه عنده خلل يتكلم زيك وبالراجع مع فريق الإعداد. أنا إيه طيب؟ أنت قلت 650. أنت أول شيء جاي متأخر. طيب. ولا سمعت رصيدك؟ أنا سمعته. جاك خصم. قلت الشيء الأول. ليه؟ لأنك جاي متأخر. قل ليه؟ ليه؟ كنت بالغرفة. ليه؟ والفقرة؟ جاي يمك، أنا أركض يمك. طيب أسمعك حيلان، أنت رصيدك 4655 ريال. 3900 ريال. خلاص يا شباب، بالنسبة للأرصدة نراجعها مراجعة دقيقة، إذا حصل خطأ ولا خطأ، الخطأ وارد، برضو كل واحد بياخذ حقه، ما حد بياخذ أقل من حقه. خلونا نبدأ عشان ما نكثر الكلام ويضيع الوقت. خلونا نبدأ